كيفية الوصول إليها نجد هنا في الصفحة الرئيسية، هذه صفحة طالب في الصف الأول ابتدائي. سوف ننقر على يسار الشاشة المقررات الإلكترونية. سوف يظهر لنا ثلاث مقررات هي المستحدثة للصف الأول الابتدائي، هي المهارات الحياتية والأسرية، التربية البدنية، والدفاع عن النفس، أيضا منهج ويكان. أسفل كل الأيقونات التي هنا تحت المادة أو تحت المقرر سنجد المقررات الإلكترونية. أيقونة المقررات الإلكترونية لن نجدها في المواد مثلا العلوم، الرياضيات، المواد التي هي موجودة، يعني لم يطرأ عليها أي تغيير أو غير مستحدثة. أيقونة المقررات الإلكترونية سوف نجدها بأسفل المقرر المستحدث لهذا العام. ندخل على سبيل المثال على مقرر ويكان حتى نرى كيف تقدم الدروس بطريقة شيقة وجذابة. هنا لدينا تحميل دليل المقررات، يمكن تحميله من هنا والاطلاع عليه. هنا وحدات منهج ويكان للصف الأول ابتدائي. فرضا مثلا ندخل على الوحدة الثانية، نجد هنا مقطع فيديو ونجد دروس الوحدة الثانية متسلسلة. نتنقل هذه التنقل بين الدروس. مثلا ندخل على هذا الدرس، يمكن الضغط من هنا ويمكن نسخ الرابط ثم لصقه في اليوتيوب أو في متصفح جوجل. نضغط من هنا لنشاهد Unit الدرس. 2 My body Talk time Hello students, how are you today? Fine, thank you. And you? I am fine too, thank you. I am going to give you some orders and you should do and say. Are you ready? Raise your hands. وهكذا يقدم الدرس بطريقة شيقة ومركزة وجذابة لدى الطالب، تناسب المرحلة العمرية. هذا بالنسبة لمقرر ويكان. أيضا سوف نجد هنا التربية البدنية والدفاع عن النفس، يمكن الاستفادة منها وعرضها للطلاب. يمكن الاستفادة من المقاطع في جدولتها في الإثراءات مثلا. أيضا مهارات حياتية والأسرية، يمكن الاستفادة من المقررات الإلكترونية بالضغط عليها من هنا، وتظهر في حساب الطالب والمعلم. هكذا نكون انتهينا من توضيح كيفية الوصول إلى المقررات الإلكترونية والاستفادة منها.